أهلا بكم. الصراع يزداد حدة واتساعا، والتحديات تتعاظم، وتيرة المواجهة بين الجانبين ربما بيتصدران المشهد في هذه المرحلة، ما بين إسرائيل من جانب وحزب الله اللبناني من جانب آخر. وإسرائيل تصر على التصعيد بهذا الاتجاه، كثير من النظر بالتأكيد تحملها، وأصداء نتناولها ودورنا بالمتابعة والتحليل على شاشة نيل الأخبار. وفي هذه الحلقة وهذا اللقاء المتجدد مع برنامجنا من القاهرة ورصد لأبرز القضايا والموضوعات، وعلى رأسها هذا الموضوع، موضوع الساعة، وبالتأكيد بيلقي بكثير من الظلال القاتمة على الصعيد العربي والإقليمي والدولية. من أبرز عناويننا: قمة مصرية إريترية صومالية في أسمرة، واتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة للتعاون الاستراتيجي في المجالات كافة. مصر تطالب بالوقف الفوري لإطلاق نار في غزة ولبنان، وإيطاليا تستدعي السفيرة الإسرائيلية لديها، وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة بعد إطلاق نار على قوات اليونيفيل في لبنان. كما نتابع تصاعد التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وسيناريوهات الأوضاع في الشرق الأوسط تتجه للأسوأ. كونوا معنا بعد الفصل. عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى دولة إريتريا، وإجراء مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. كان رئيس السيسي قد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك على أن مصر لن تدخر وسعا ولن تألو جهدا بالمشورة في خدمة أهداف ومصالح وتطلعات دول وشعوب منطقة القرن الإفريقي من أجل مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا. كذلك أكد رئيس السيسي في كلمته على أهمية العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، والتي تعكس أهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات سواء في مواجهة التحديات المشتركة في كل من القرن الإفريقي والبحر الأحمر، أو في إطار الاستفادة من القدرات المتوافرة لدى الدول الثلاث لتعظيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعوبها. وأضاف السيد الرئيس أنه ونظيري الإريتري والصومالي قد اتفقوا على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال من أجل استعادة أمنه بواسطة جيشه الوطني. كما شددت الأطراف على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار في كافة أنحاء السودان، وذلك في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة العمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية. وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي انعكس سلبا على معدلات التجارة العالمية، ما يتطلب تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتطوير أسس التنسيق المؤسسي بينها لتأمين حركة الملاحة الدولية فيه. واتفقوا على أهمية تطوير وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الثلاث.
ينضم إلينا للمزيد من المتابعة سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. تحية لكم سيادة السفير. أهلا وسهلا. بالتأكيد جهد دبلوماسي رئاسي مكثف ولافت خدمة يعني الأهداف المنشودة وخاصة للأطراف الثلاثة المعنية هذه المرة مصر وأريتريا والصومال. يعني كيف تنظرون إلى هذا المحور بالغ الأهمية ويعني الدور المصري في هذا الإطار؟ العلاقات بين مصر والصومال وأريتريا علاقات قديمة، والرئيس السيسي أجرى مباحثات مع رئيسي الدولتين عدة مرات خلال الأعوام الماضية. نذكر على سبيل المثال حضور الرئيس السايس أفوركي للقمة التي دعا لها الرئيس المصري للدول المجاورة للسودان أعقب اندلاع النزاعات داخل الأراضي السودانية. زار الرئيس أفوركي مصر عدة مرات، والرئيس السيسي أوفد عدة وفود لمقابلة الرئيس أفوركي، وأيضا الرئيس السيسي عقد عدة مباحثات مع الرئيس الصومالي تبلورت على توقيع اتفاقية تعاون عسكري. الدول الثلاث لديها شواطئ كبيرة طويلة على المداخل باب المندب أو على خلال البحر الأحمر، ولذلك كان على رأس الموضوعات التي بحثت بين الرؤساء الثلاثة وتأمين الملاحة داخل البحر الأحمر، والتي أضرت بعد الأحداث الأخيرة بالتجارة العالمية وأثرت على الدول الأوروبية وعلى قوافل الإمداد للشركات الدولية والدول منفردة. ولذلك فإن التشاور والاتفاق الذي أعلن عن تكوين لجنة للتعاون الاستراتيجي مهمة بالتأكيد. يعني يمكن ده موضع تساؤلي يعني بالنسبة لمخرجات ومكتسبات القمة المصرية الإترية الصومالية في أسمرة، ويعني إفرازتها من اتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة للتعاون الاستراتيجي في المجالات كافة، كيف يمكن تعظيم الاستفادة منها؟ أعتقد سيتم عقد لجان ثلاثية بين الدول الثلاث في القريب العاجل، وستبحث في تفاصيل التنسيق بين هذه الدول سواء ليس فقط في مجال العلاقات الثنائية ولكن في مجال التنسيق العسكري والدفاعي وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر. العلاقات أيضا هناك دول تحاول زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي وخاصة بالنسبة للجمهورية الفيدرالية الصومالية. تعرفين أن أثيوبيا أقامت منفردة بعقد ما يسمى باتفاق مع دولة اسمها دولة أرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الوطن الأم للصومال. لم يعترف أي دولة في العالم باستقلال هذه الدولة، ولكن هذه يعني بالتأكيد هذه النزعات الانفصالية يعني تحمل كثير من أجراس الإنذار، ويعني يعول بشكل كبير على الحراك الحادث حاليا لتمكين الصومال وتمكين المنطقة بشكل عام من مواجهة تحدياتها سواء الداخلية أو الخارجية. جملة أخيرة أتوج بها يعني هذا اللقاء الهاتفي، تفضل سيادة السفير. أود أن أشير أن أثيوبيا لديها 10,000 عسكري داخل الصومال في الوقت الحالي من قوات الاتحاد الأفريقي. ستنتهي مهمة هذه القوات في نهاية هذا العام، والحكومة الأثيوبية لا تريد الانسحاب هذه القوات، ولكن الدولة المضيفة الصومال هي التي تحدد الدول التي تستعين فيها في هذا الصدد. بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، جزيل الشكر. اتفقت مصر وننتقل ربما إلى
ما كشفه تحقيق الأممي من أن إسرائيل اتبعت سياسة ممنهجة لتدمير المرافق الصحية في قطاع غزة خلال حربها على القطاع. وأكد التقرير أن ما اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي ولكونه جريمة حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية بكل المقاييس، كما أكد التقرير. ونشد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوى المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. من سيء إلى أسوأ، هذا ما يقاسيه أهل غزة البواسل من أهوال في ظل عدوان غاشم على مدار عام كامل، من قتل وخراب ودمار من ناحية، وندرة الموارد الأساسية وشح الإمدادات الإنسانية من ناحية أخرى. المنظمات الأهلية الفلسطينية تستغيث مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن ما يدخل من مساعدات لا يمثل سوى 7% من الاحتياجات في ظل الكارثة الإنسانية التي تزداد سوءا في القطاع. ومع تلك الأوضاع الإنسانية المتدهورة، توقفت المخابز في مختلف أنحاء القطاع بسبب نقص إمدادات الدقيق والسكر وغيرها من الاحتياجات الأساسية لإبقاء المواطنين على قيد الحياة، وحتى قطاع المياه مهدد بالتوقف في ظل نقص الوقود والدمار الذي لحق بالبنى التحتية المائية من آبار ومحطات تحلية، وما تبقى من مستشفيات معظمها يعمل بطاقة مضاعفة وبإمكانات ضعيفة في ظل نفاد كبير للأدوية والمستلزمات الطبية وخروج معظم الأجهزة عن الخدمة. وفي إطار تصعيد الإجراءات ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأرض المقام عليها مقر الوكالة ضمن مساع لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتجرم نشاطها، في أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل والوكالة. كارثة إنسانية نكراء تحل بقطاع غزة المكلوم، ومعاناة لا تنتهي وسط ظروف حياتية صعبة يعيشها الأطفال والنساء يوميا، مع ندرة الطعام والقيود على دخول المساعدات والأدوية والمياه والأدوات الطبية اللازمة. اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات تابعة لها في جنوب لبنان، ومن ضمنها برج مراقبة، ما أدى إلى إصابة 2 من جنودها بجروح. وأشار بيان لليونيفيل إلى أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار أيضا على موقع آخر للأمم المتحدة في رأس الناقورة، وألحقوا أضرارا بالآليات وبنظام الاتصالات به. الجدير بالذكر أن قوات الأمم المتحدة انتشرت في جنوب لبنان في عام 1978 بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان في عام 1978 ذات العام، على خلفية المواجهات بين إسرائيل وفصائل فلسطينية. اتهم وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو اليوم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة، وذلك بعد إعلان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان أنها تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الدولة العبرية، جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الأعمال العدائية المتكررة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد مقر اليونيفيل يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وتمثل بالتأكيد انتهاكات خطيرة للغاية لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأضاف الوزير الذي استدعى السفير الإسرائيلي في روما بعد ظهر الخميس بأن الجانب الإيطالي طلب إيضاحات بشأن الحوادث التي وقعت مؤخرا، متابعا بأن السفير لم يتمكن بدوره من تقديم الإيضاحات اللازمة. اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل اليوم بإصدار إنذارات مضللة لسكان لإخلاء مناطق في جنوب لبنان وضاحية الجنوبية لبيروت، معربة عن مخاوفها من أنها تهدف بالأساس لاقتلاع السكان من المنطقة الحدودية في ظل الحرب مع حزب الله اللبناني. هذا وكثفت إسرائيل من غاراتها الجوية في لبنان منذ 23 من سبتمبر، مستهدفة ما تقول إنه بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله في
معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة من البلاد، كما أعلنت بدء عمليات برية محدودة في المناطق، وأدى التصعيد الأخير إلى مقتل أكثر من 1200 شخص ونزوح أكثر من 1 مليون آخرين بحسب ما أفادت به السلطات اللبنانية. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنيس كالمار في بيان لها إن تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية، هذا الحي ذي الكثافة السكانية، قد تكثفت في الآونة الأخيرة، ما ينبئ بما يجب أن يتم التوجس منه. هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تتوقع الحصول على إيضاحات من إسرائيل بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان الخميس الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار على مواقع لها، ما أدى إلى إصابة جنديين أمميين بجروح. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها ننتظر إيضاحات من السلطات الإسرائيلية بهذا الشأن، مشددة على أن حماية جنود قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي واجب على كل الأطراف. كما أدانت الخارجية الفرنسية أن أي تعد على سلامة قوة اليونيفيل سوف يطرح الكثير من السيناريوهات. المزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس السيد بيير ريمون، الكاتب والباحث السياسي. بعد التحية سيد بيير، كيف تنظرون إلى تصاعد الأزمة يعني، وما هي يعني السحب القاتمة التي تحوم في أفق المزيد من الأصداء السلبية لما آلت إليه المواجهة بين الجانبين، خاصة في الفترة الأخيرة سواء على الصعيد العسكري أو الإنساني؟ نعم، مساء الخير. أولا السحب قاتمة جدا، خاصة أن الاستهدافات الآن تشمل حتى قوات حفظ السلام، أي الأبيات التي من المفروض أن تقع خارج القصف تماما، مثلها مثل المدنيين. أكيد بأن هذه انعكاسات خطيرة جدا، وحينما تدعي إسرائيل أن عملياتها عمليات مستهدفة، هي تعلم جيدا بأن الآثار الجليدية ماثلة واضحة ملموسة، أكثر من 40 قتيلا راحت ضحيتهم في غزة، الآن فتح جبهة جديدة في لبنان أيضا يتأثر به المدنيون الذين يصبحوا بالنسبة للكثير منهم نازحين، مدنيون أبرياء نازحون، قوات أممية، قوات السلام. نعم. أعتقد بأن هذه السحوب القاتمة قاتمة جدا على المستوى الإنساني، ولكن أيضا على المستوى الدبلوماسي. إسرائيل حاليا تأتي على كل شيء، ويعني تستهدف البشر والحجر، ويعني وإن كانت بالتأكيد بشكل يعني ممنهج ووحشية تستهدف الفلسطينيين في المقام الأول، ويعني هي لبنان أيضا تنضم إلى يعني هذه الحصيلة من الضحايا المتجددة، لكنها أيضا هذه النيران الإسرائيلية تطال الأونروا وتطال اليونيفيل. حديثا عن المواقف الغربية وتحديدا فرنسا وإيطاليا، يعني الجانبان يطالبان بإيضاحات من الجانب الإسرائيلي، ما المتوقع؟ وكما ذكرت يعني الإيضاحات لا تأتي عندما استدعى رئيس الوزراء الإيطالي سفير إسرائيل لتقديم إيضاحات، لم يقدم إيضاحات. المشكلة أن مثل هذه العمليات وكأنها تدخلنا في دوامة لا ندري أبدا إلى أين ستتوقف، لأن خطة إسرائيل، خطة ما بعد القصف، ما بعد الهجوم غير موجود، لا خطة أبدا، لا خطة سياسية، لا خطة لاستتباب الأمن، لا خطة للعودة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى حل الدولتين. المشكلة أن الباب مفتوح واسعا أمام الفراغ، وبطبيعة الحال موقف فرنسا وهي دولة دبلوماسية قيادية دبلوماسيا في أوروبا هو موقف ليس مجرد استفسارات، ولكن التساؤل إلى أين أريد حكومة نتنياهو أن تذهب.
من الواضح أن الطريق المسدود ماثل أمام إسرائيل، ماثل أمام المجتمع الدولي، طالما أن المفاوضات على التوصل لحل دولتين، طالما أن العودة إلى طاولة المفاوضات، طالما أن إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية وتغيير حكومة نتنياهو بحكومة ترغب فعلا في استئناف المفاوضات. أنت تعلمين بأن الشعب الإسرائيلي نفسه هو الآن يبطن نوايا سيئة جدا على حكومة نتنياهو. طيب أيضا من الملاحظ سيد كير أن بعض الغرب وتحديدا الولايات المتحدة تسعى لإعادة إحياء الحديث عن وقف إطلاق النار، هل يستقيم الحديث عن ذلك في ظل المواقف الأمريكية المعهودة وما وصلت إليه المواجهة مع مخاوف تتجدد يوما بعد يوم أن يرقى ما يحدث حاليا إلى حرب شاملة مفتوحة؟ المشكلة أن الإدارة الأمريكية تعيش فترة مرحلية لأنها أبواب على أبواب انتخاب جديدة، ونحن لا ندري إلى متى الإدارة الديمقراطية التي فعلا لديها نوايا في تفعيل المفاوضات، وجو بايدن قد أعلن بأن هذه ضرورة من الضرورات، وأيضا يعني الإدانة الواضحة التي تحدث عنها جو بايدن في أكثر من تصريح. المشكلة أن اقترابنا من الانتخابات الأمريكية لا تعطي مساحة واسعة جدا للإدارة الأمريكية الحالية، الإدارة الديمقراطية، لأن تفعل الخطة. وبنيامين نتنياهو الذي يراهن على انتخاب ترامب يعلم ذلك، فبالتالي يعني نحن هنا في مرحلة بين وبين، وحتى ولو كانت هذه النوايا الأمريكية فعلا النوايا تصب في العودة إلى الحل الدبلوماسي وإلى المفاوضات، نحن منتظرون لأن ننتظر، والمجتمع الدولي أيضا لابد هو مضطر. فرنسا بدورها نددت بالتصعيد في جنوب لبنان وتحذر على الدوام من هذا الشكل من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمدنيين الأبرياء. أيضا أعود من جديد، ماذا بعد؟ يعني هل يمكن أن يشكل ذلك ضغطا حقيقيا على إسرائيل؟ لأن كل هذه المطالبات حتى يعني ما يخرج عن الكيانات الدولية على غرار مجلس الأمن ليست ملزمة لإسرائيل حتى اللحظة، والقارئ للتاريخ القريب يلمس ذلك بشكل صارخ. الضغط الحقيقي لا يمكن أن يأتي من أمريكا، وطيب أمريكا بوقف هذا العدوان، هذا العدوان على المدنيين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني تغيير هذه الحكومة ومقدم حكومة جديدة. أعتقد بأن الضغط لا يمكن أن يأتي إلا من جهة أمريكية، ومن جهة أيضا المواطن الإسرائيلي الذي هو يعلم جيدا أن منطق نتنياهو غير منطقي، وأنه يتجه إلى الباب المسدود. أنا أعتقد بأن الحل الوحيد هو الدخول في تجربة لم يعيشها مواطن. ومن هذا المنطلق يتدنى سقف التوقعات من جلسة مقبلة لمجلس الأمن الدولي، هل من جديد يمكن أن يفرض نفسه على الطاولة يغير من مجريات الأمور، أم أنكم ترون بأن السيناريوهات تتجه للأسوأ حاليا؟ مع الأسف أنا أعتقد أنها جديد حقيقي يمكن التأويل عليه من جمعية الأمم المتحدة، لأنك كما ذكرت القرارات غير ملزمة، وأي قرار يصدر عن مجلس أمن الأمم المتحدة قد يقابل بفيتو، فيتو أمريكي مثلا على أي قرار يذهب في اتجاه التسوية. فبالتالي نحن هنا أمام علامات استفهام كثيرة، وأنا أخشى من الانفلات على صعيد التصعيد العسكري وقواعد الاشتباك ما بين الجانبين، لكن على الأقل حتى يعني إفساح يعني المزيد يعني أو مجال أكبر لإيصال المساعدات، هل أصبح ذلك أيضا دربا من دروب المستحيل بالنظر للإصرار الإسرائيلي على التصعيد على الجهات كافة الآن؟ نعم، يعني أنت تلاحظين ما حدث مع جون روا التي أصبحت الآن في عدد المنظمات التي لم تعد إسرائيل ترغب في قبول المساعدات. صحيح بأن
دائما هناك إمكانيات متاحة لإقامة ممرات إنسانية وتقديم مساعدات للمنكوبين، ولكن هذا يستدعي وقفا لإيثاق النار. بدون وقف لإيثاق النار من الصعب جدا توصيل المساعدات، بل حتى من المستحيل حتى. أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة التحليلية السريعة سيد بيير ريمون الكاتب والباحث السياسي. ونبقى معكم مشاهدينا الكرام، وكثير من المحاور وثيقة الصلة بهذا المشهد المحتدم والذي لا يقتصر فقط على غزة وعلى الأراضي الفلسطينية منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية منذ أكثر من العام. للأسف يلقي بظلال القاتمة وأصداء يخشى من امتدادها إلى ما لا يحمد عقبه مع ما نشهده على الجبهة اللبنانية وعلى هذه المجابهة الشرسة ما بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. كونوا معنا ووقفتنا الحوارية الرئيسية في هذه الحلقة من القاهرة بعد قليل. بعد أيام من الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب وتبادل الطرفان التهديد والوعيد بشأن الرد، تستمر المشاورات الإسرائيلية بشأن شن عملية عسكرية ضد إيران. دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لإجراء مشاورات بشأن رد انتقامي ضد إيران. يأتي ذلك وسط تردد أنباء بشأن قيام مجلس الوزراء الأمني بتفويض نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت باتخاذ القرار واختيار التوقيت الخاص بالقيام بالضربة ضد إيران. القوانين الإسرائيلية تقول إن رئيس الوزراء بحاجة للحصول على موافقة مجلس الوزراء الأمني لاتخاذ قرارات تتعلق بعمليات عسكرية واسعة النطاق. جاءت هذه التطورات بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن رد بلاده سيكون قويا ودقيقا وقبل كل شيء مفاجئا، مهددا في بيان له كل من يحاول إزاء إسرائيل بدفع الثمن. في حين أكد البيت الأبيض أن المناقشات بين واشنطن وتل أبيب حول الهجوم على إيران مستمرة، ولأول مرة منذ شهرين تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي في محادثة هاتفية الأربعاء ركزت على خطة إسرائيل للرد على إيران، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يذكروا شيئا بعد انتهاء الاتصال عن خطة إسرائيل أو ما إذا كان نتنياهو قد أشار إلى أنه سيستمع إلى تحذيرات بايدن بعدم ضرب المواقع النووية أو مواقع الطاقة التي يخشى البيت الأبيض أن تؤدي إلى تصعيد الصراع. في الوقت ذاته أكد مسؤولون إسرائيليون أن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة.